دعوة الرئيس تبون مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتهم اتجاه الوضع في ليبيا وفق موقف واحد وثابت، لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا. يفسرها محللون على أنها تدخل في سياق جملة رسائل تريد الجزائر إبراقها للخارج. الجزائر بطبيعة الحال تنادي من هذا، من أجل هذا تنادي الأمم المتحدة للتدخل في منع التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، دخول لتركيا على في هذا المجال، دخول تركيا إلى ليبيا يعني تدعيم هذا الطرف بالأسلحة، وهو يعني مغاير أو مضاد للقرار الأممي. فأعتقد أن هذا هو الوضع الذي تناضل من أجله الجزائر، منع التدخل الخارجي ومنادات القوى المتحاربة في الداخل الليبي للامتناع عن الاقتتال. هذه الحركية الدبلوماسية حسب مراقبين، وبالإضافة إلى أنها تأتي كنتيجة لموقع الجزائر الجيوستراتيجي، تعطي انطباعا بعودة قوية مرتقبة لهذا البلد ضمن الملفات الثقيلة إقليميا. الفترة الحالية وبعد استعادة الجزائر نسبيا لعافيتها السياسية، ينتظر منها أن تعود بقوة إلى الساحة الدبلوماسية إقليميا ودولية، فهي تحاول استعادة ذلك الدور، وهذا ما أبرزه رئيس الجمهورية من خلال أول خطاب له بإصراره على أنه لا توجد حلول خارج مشاركة الطرف الجزائري. أوضاع غير مستقرة عاشتها وتعيشها عديد دول الساحل، متغيرات الأحداث فيها لا تكون بمعزل عن دور الجزائر وطرحها الذي يظل يرافع من أجل حلول سلمية سياسية تبنى على الحوار بين الفرقاء.